أخ ناجي، سؤالي لحضرتك أخ ناجي اللي عندي هو اللي يقول أنا كثير بحسد غيري وأتحسر على نفسي. طيب ليه؟ لأنه يعني هو مؤمن، اللي بيتكلم هو مؤمن، يقول حتى في عمل الله في واحد يربح الآلاف للمسيح وأنا ليس لدي غير خدمة بسيطة. طيب سؤالي، لماذا يا رب؟ طيب ممكن تجاوب على هذا السؤال؟ طيب، شكرا يا أخت روقة. أنا هجاوب باختصار علشان الوقت. في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 12 بولس الرسول بيبين إنه مش الناس مش درجة واحدة أو نصيب واحد. المواهب هي من الله، ونوعها بيختلف من واحد لآخر، ويقول في إصحاح 12 عن الله: فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، وإلى آخره. ولكن يقول: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الرسول بولس شبه هذا بالجسد، كلنا جسد واحد، والجسد مش عضو واحد بل أعضاء كثيرة. فبيقول: أما الآن وضع الله الأعضاء، فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ يقول: لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو الكل سمعا فأين الشم؟ وفي أفسس 4 يتكلم بنفس على نفس الوتيرة، يقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. ربنا ما خلاش الكل على مقياس واحد، في تنوع بين الناس وبين بعضهم. وفي متى إصحاح 13: الأرض الجيدة تثمر البعض 30 والبعض 60 والبعض 100. في اختلاف في المواهب والوزنات والدرجات. لكن سؤال هذا المستمع العزيز، الرب يسوع جاوب عليه، وجاوب عليه بتحذير خطير، إن إحنا ما نستصغرش الوزنة اللي ربنا أعطاها لينا، بل بالعكس لما إحنا نستخدم الوزنة الرب يعطي ويزيد أكثر. ففي إنجيل متى إصحاح 25 قال على مثل الوزنات، فباختصار قال: كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل على قدر طاقته. هو عارف طاقتك إيه وبيديك على حسب طاقتك. وسافر للوقت، فمضى اللي خد 5 وزنات وتاجر جاب 5 تانية، اللي خد 2 جاب 2 تانيين، لكن اللي خد الوزنة الواحدة مضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحسبهم، فمدح اللي خد 5 وعمل 5، واللي خد 2 وعمل 2. ثم جاء أيضا للذي أخذ الوزن الواحدة وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، خفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. فقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي، يعني أضعف الإيمان، تضع فضتي عند الصيارفة
فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معاربة مع الأرباح بتاعتها. يعني على الأقل كنت تعمل أقل ما يمكن. ربنا أدك أولاد ربيهم في مخافتك، عندك قرايب كلمهم عن المسيح وروح ادعي للكنيسة. الناس اللي بتتعامل معاهم لو تديله نبزة أو تديله إنجيل أو تستمع لمشكلته وتصلي معاه، أضعف الإيمان الحاجة البسيطة خالص اللي تعود. أنت ما تعرفش ليه ربنا ما ادكش المسؤولية الجسيمة الأول، لأنك لما تكون أمين في القليل الرب هيديك الكثير الأول. والرب يسوع بيقول كل من أعطي كثيرا، يعني في مسؤولية على اللي عنده كتير، ده مش عايش في العسل، ده ربنا هيطلبه أكتر منك أنت. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. الوزنات هنعطي عنها حساب، واللي خد الوزن الواحدة ربنا مش هيحاسبه على النتيجة زي اللي خد الخمسة ولا زي اللي خد الاثنين، لكن مفروض انه هو يعمل اللي عليه. فلما البعض يقول زيك اشمعنا فلان عنده وانا لا، شوف الله دايما بيعطي الأنصبة بحكمة في التوزيع مع ما يناسبه ويناسب غيره، لكن البعض ليس له استجابة لعطية الله اللي ادهاله فيروح يدفنها. لكن في ناس تانية يوسع قلبه عشان ربنا يديله أكتر، العطاء يزداد مع الاستجابة ويروح لو انت خبيت الوزن. عشان كده الرب يسوع بيقول لأن كل من له يعطى فيزداد، هيديله أكتر ما دام بيستخدمها، ومن ليس له، اللي مش عايز يستخدمها، هو مش ليس له، هو عنده بس مش مستخدمها، فالذي عنده يؤخذ منه. المهم مش نقطة البداية، انت عندك قليل، لما تبتدي بالقليل في النهاية هتشوف النعمة هتعمل ايه باللي عندك والخمس أرغفة والسمكتين اللي بتهم لك. وبعدين في أكتر من كده، من يتاجر ويربح بإيمانه، وفي بقى مش بيدفن الوزن وبس، ينفق إيمانه بعيش مسرف. للأسف ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر، لكن هو بداية محبة العالم الحاضر إنك ما تجرتش بالوزن يا ديماس كما ينبغي. جي وقت عليك وكسلت وقلت زي ما قال هذا الأخ الحبيب، وبعد كده ابتدى يروح للعالم شوية شوية. فلما ربنا يديك نصيب قليل الأول، زي داود راعي الغنم قبل ما يوصل للملك، لما كان أمين الله أكرمه. يوسف لما كان أمين في بيت فوتيفار وكان أمين في السجن، الله أكرمه بعد كده ووصل إلى ما وصل فيه. التلاميذ هم كانوا إيه؟ كانوا شوية صيادين أغلبهم، شوف الله فتن بيهم من مسكونة. لما تكون عطية قليلة وإنت تستخدمها، الله يعمل بيك اللي ما يخطرش على بالك. ما تقولش إزاي أستخدم القليل، ابتدي استخدمه. اعمل باللي معاك، اعمل بمعلوماتك القليلة وبالدائرة الضيقة اللي معاك، والنعمة هتفتح بابها قدامك وهتديك بفيض لما تتصرف بأمانة في القليل. احنا بداخلنا طاقات كبيرة مخفاة، عشان كده الرسول يقول لا تهمل موهبة الله التي فيك بوضع يدي. ركز على الموهبة اللي ليك، لو ليك موهبة للتعليم قد لا تكون للإدارة، أسلك وفكر وأسلك في الموهبة اللي ادهالك وإضرم هذه الموهبة.
لا تعيد تشكيل نفسك بما ليس لك، فلا تضيح ما هو ممكن في طلب ما هو مستحيل. ابتدي. المهم ربنا احنا كتير بيدينا واحنا ما بنعرفش هل نستخدم العطية ولا ما نعرفش ما نستخدمهاش. يعني العلماء يقولوا احنا بنستخدم 10% بس من طاقة الذهن، عندنا طاقات عظيمة، وده يبان في الناس اللي هم بيبقى عنده عهات. مثلا واحد نعمة النظر فقدها، تلاقي عنده حاسة السمع أقوى وعنده حاسة الحفظ أكبر. الله يعوضه. ليه؟ هي موجودة، الإمكانية موجودة. وكذلك في الطاقات الروحية، ما تقولش أنا حظي وحش أنت ما استخدمتهاش. حياة الرفاهية، الإهمال أو عدم احتياج أو حياة الرفاهية، ما بتستخدمش الطاقات، مش بتستخدم إيمانك، مش بتستخدم الصلاة أو الصوم. زي ما تلميذ بيرسب في الامتحان، مش عشانه ما عندوش مخ ولا عقلية، هو مش بيستخدمها، بدليل إن عنده ذكاء في حاجات تانية تلاقيه وبيركز في خطط أخرى ينجح جدا. الله إدانا الإيمان إحنا مش بنستخدمه. فأنت لما تستخدم عقلك بدل الإيمان يبقى الإيمان معطل. جايز أنت بتعتمد على فلوس، قرايب، وصايد، زراعة بشرية، معطل إيمانك، ما تستخدموش، الإيمان يضعف يزوي. فهكذا في كل جوانب الحياة الروحية. فأنت استخدم ما الله إداك وصلي الله يعطيك أكتر وأكتر. موسى قال لما ربنا تعالى أنا ثقيل الفم واللسان، إزاي أروح لفرعون؟ ما كانش هيعرف أنه هو هيبقى النبي موسى العظيم ده، هو هيكون هذا هو تاريخه. ما تستهنش بما أعطاك الله، وابتدي، ابتدي ببيتك، ابتدي بأصحابك، في الدائرة الضيقة، وصلي وضرب نفسك واستخدم. أمين. معلش خناجي بس سؤال يعني صغير، انه هل الغيره من انا اغار من اخت او من اخ ثاني يعني في الخدمه، هل هي معناها غيره مقدسه ولا لا؟ في ايه بتقول حسنه هي لي الغيره في الحسنى، لما اكون بغير مش بحسده لكن بتمنى، زي ما الرسول قال تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. لما يكون في شوق ان احنا نتبع السيرة الصالحة تبقى غيرة صالحة. امتى الغيرة تبقى وحشة؟ لما اتمنى ان دوا يتاخد اللي عنده ويجي لي انا. لكن لما اتخذ مثل حسنة هي الغيرة في الحسنى. امين امين امين. اشكرك.